اول ما توقفت قصص احداث طرابلس، معي دعاوي قتل تعون جبل محسن وعلي كذا شيء. يعني جيت على روميه تعرفت عليهم اول مره دغري، قلت له بدك تجيبي لي صور اولادي، كان ابني خلق امي اني اشوفه. ناسي كلامه يعني بيريحك، تخليك شوي تبعد عن الاجواء، صار همك. مثلا انا بحب الرسم، صرت جيب لي عده رسم، صرت بيع شو طلع مصوري، حول لاولادي ومرتي مصوري. هلا بعد ما طلعت وتعلمت لما حدا ولا ضد حدا معلم منيح. مايا نانسي alleged انه لقطوا له كيس حد الحدود السوريه وكان لابس حزام متفجره على خصره. بوقتها كان radicalized and working with ISIS. وقفوه واخذوه على روميه وقعد بالسجن 6 سنين بلا محاكمه. بتعرف شو قالوا لي مايا ونانسي؟ كل يوم بتدفنلون. That's because he's still vulnerable. Listen, هو he's a good example عن سجين سابق يلي ما بقى صار عنيف، بس الوضع تبعه is هو بعده under house arrest، ما فيه يسافر، ما فيه يشتغل، فهو كتير vulnerable لأنه كايس ما معه مصاري. What does that mean؟ معصب. He's really mad at the government. فلما سألته إذا بيحترم منظمة معينة، لاحظت إنه one thing is very important. الإختين they can only do so much in this situation. أصدق الشيء طلعوا وما بيعتدوا على حدا هن القاعدة. صعب نقول he's cured، لأنه الكلمة rehabilitated ما إلا معنى إذا بعده بيقول الله يرحمه لأسامة بن لادن. It's crazy that he said that. بس قال إنه بحياته ما بده يرجع على السجن. Yeah, في prisoners متطرفين أكتر من كايس بكتير. Actually, this next story really kind of freaks me out. بيجوا عندي 3 دواعش قالوا لي عنا سؤال وبدك تجاوبيني عليه، أنت مع الدولة الإسلامية يعني هو أظن داعش، ولا أنت مع الدولة اللبنانية؟ تخيلوا أنا قاعدة في 600 سجين وكلهم داعش ونصرة وقاعدة، وكانوا العانة يعني بعرسال وجايين داعش وخطفين على كساكر، وأنا بدي روح فرم. يعني أنا عيني على أختي نانسي وتعمل لي أختي هيك من بعيد وتشوبر لي شو بكي؟ أنا شو مشي عم سكر كابي؟ أنا شو قلت له؟ قلت له أنا ما بيهمني مين بيسيطر علي، أنا بيهمني العلم. كان في واحد بيناتهم قال لهم هيدي رونار، قال لي هالمره زمطتي، تاني مره ما بتزمطي. I would be so scared انه حدا يأذيني او to harass me، بس مايا ونانسي ما بيخافوا، which is so surprising to me. Take a listen to this story from بربل الخازن, the women's prison. It's a good example of how some days are just light. في شعر بثيرابي I want, I need, I like, I love. شو عملت هيدي البنت متطرفه؟ Because she stayed in the prison around like 3 years, she said, I want رسمت البينس. بس كانت كتير صريحة بـ her sexuality. She's ISIS lady. Her husband is a نصرة. علاقتها معه مش كتير جيدة. ما بيعطيها الحب اللي بدها اياه. هي يمكن فسرت الحب تبعها بحاجتها لهيدا الشيء لأنه هي صار لها محرومة وقت طويل. رسمت a penis. I can't even sexualize these extremists. I hear you, but it's one of the very human moments these sisters have. These sisters are basically navigating through a lot of chaotic emotions, a lot of issues. أول ما خبرتني مين مايا ونانسي فكرت هول أختين مجانين. Sister, you are not the only one. ما فيني تخيل الصبح أشرب قهوة مع متطرفين وعشية أدهر عديت. القصة راح تخبرنا مايا really makes me feel for them. We liked each other. His jaw was open and he find me really beautiful, la 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 la. And we met in Ashrafiye. We had Starbucks and everything. We didn't kiss. I swear to God, we didn't kiss. سألني إنه شو بتشتغلي؟ قلت له بسجن. بس. قال اوكي واو انترستينج، بلش يعزمني على غدا عشاء وكل شيء. وإذ شي يوم بيتصل فيني بيقول لي مايا we need to talk. طلع معي بالسيارة وماسك الباب. قلت له شو بك يا حبيبي تسلم لي؟ قال لي مايا what is this كل articles. Yeah, he was scrolling the phone وصورنا انا واختي نانسي. قلت له شو رايك؟ قال انت ما قلتي لي انك بتشتغلي بقلب السجن مع مبنى بال تبعون الارهاب وتبعون المتطرفين. قلت له شو متوقع بقلب السجن؟ fashion designers make up artists. بتعرف شو قال لي؟ What if داعش put bomb in your car؟ أنا كان عندي عقل وطار، فتحت له الباب قلت له انقبر انزل.